عشر صفات يفرقوا المدير القوي عن المدير الضعيف، تعالوا نعرف ايه هما وايه الدروس المستفادة بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسني واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج وور باس، برنامج اختصار وور ان بزنس الحرب والبزنس. وحلقة النهاردة في البزنس، حلقة النهاردة هتكون عن العشر صفات اللي بيفرقوا المدير القوي عن المدير الضعيف. هنتكلم بشكل عملي بعيد عن النظريات. الصفة الاولى، المدير القوي واثق من نفسه وبيثق في اللي حواليه وبيدي الثقة قبل ما يطالب بيها. المدير الضعيف هو العكس، لا يثق في نفسه ولا يثق في اللي حواليه. الصفة الثانية، المدير القوي بيسمع للناس اللي حواليه واللي شغالين تحتيه، بيسمع للمشاكل وبيسمع للآراء، ولو لقى رأي صح بينفذه ولو لقى في مشكلة بيحاول يحلها. المدير الضعيف ما بيسمعش رأي حد خالص ولا بيسمع لأي مشاكل، ولو قلت له على مشكلة هيلبسها لك انت ويطلع المشكلة فيك، ومهما كان رأيك صح عمره ما بينفذه، لانه دايما هيشوف حاجة زي كده ان هي بتقلل من سلطته، وانه مجرد ما يسمع للناس اللي حواليه فهو كده بيخسر مكانه. الصفة الثالثة، المدير القوي بيعترف بخطأه ومش بيحاول يلبسه للي حواليه، بيقف بمنتهى القوة ويقول انا اخطأت في واحد او اتنين او تلاتة، وما يحاولش يلبس الخطأ ده لأي حد تاني. اما المدير الضعيف فلا يمكن ان يعترف بخطأه ابدا، ممكن يلبس الخطأ لأي حد حواليه، ممكن يقول ان العالم كله متآمر عليه، لكن يعترف بالخطأ مستحيل. المدير القوي طالما قدر يعترف بالخطأ فيقدر يصححه، ودي الصفة الرابعة معانا النهاردة، بيصحح الخطأ ويتعلم منه ويعلم اللي حواليه. المدير الضعيف مش بس ما بيصححش الخطأ، لا ده بيكرره كمان، بيكرر الخطأ علشان هو مش قادر يعترف بيه، وعلشان لو سمع لكلام غيره فهو شايف كده ان هو بيخسر سلطته. الصفة الخامسة، المدير القوي بيتولى المهمات الصعبة، ما يحاولش يرميها على غيره، يتولاها هو ويتعلم وبعدين يعلم الناس اللي حواليه، وما عندوش مشكلة ان هو يفشل في المهمة الصعبة طالما كده كده هيتعلم. المدير الضعيف هو العكس بالظبط، كل المهمات الصعبة بيرميها على الناس اللي تحتيه لانه غير واثق في نفسه وخايف ان هو ينكشف لما يتولى مهمة صعبة. الصفة السادسة، المدير القوي دايما موجود في المواجهة في الخطوط الامامية مع الناس اللي شغالة معاه، دايما بيقود من الخطوط الامامية زي ما ايروين رومل عمل او حتى والتر موديل. المدير الضعيف دايما موجود ورا المكتب لان المكتب بالنسبة له حماية من المواجهة. الصفة السابعة والأهم والأخطر، المدير القوي بينسب الفضل لأصحابه، أي حد عمل حاجة كويسة بينسبها له، يقول إكس أو واي أو زد عمل كذا والفضل يرجع له في كذا، وده لأنه واثق من نفسه، هي دي الصفة الأولى اللي موجودة في المدير القوي. واثق من نفسه فعارف إن هو لما ينسب الفضل لأصحابه ده ما بيقللش منه، بالعكس بيكبر منه. أما المدير الضعيف كالمعتاد وده اللي بيحصل كتير فدايما بينسب الفضل لنفسه، يعني هو اللي شايل الشغل، هو اللي شايل الدنيا كلها، وكل الناس اللي تحتيه ما لهمش اي لازمه، وده علشان يقنع الاداره ان الدنيا من غيره ما تمشيش. الصفه الثامنه، المدير القوي بيتحمل المسؤوليه على كل الاخطاء اللي بتحصل، حتى لو ما كانش هو اللي عمل الخطا وانما الخطا ده اللي عمله واحد من الناس اللي شغاله تحتيه، لانه في النهايه بيقول انا المدير وانا بتحمل المسؤوليه الكامله عن كل الناس اللي شغاله معايا وعن كل اخطائهم. المدير الضعيف العكس تماما، بيسلم الناس اللي حواليه ولا يتحمل اي مسؤوليه في اي شيء، هو بس بينسب الفضل لنفسه وينسب الاخطاء لكل الناس اللي شغاله تحتيه. الصفة التاسعة، المدير القوي بيطور من الناس اللي تحتيه ويعلمهم، لانه واثق من نفسه وفاهم كويس جدا ان هو كل ما يطور الناس اللي تحتيه كل ما هم هيستفيدوا وهو هيستفيد. المدير الضعيف لا يمكن يعمل كده ابدا، يخاف يطور الناس اللي تحتيه علشان ما يحاولوش ان هم يكبروا عليه. الصفة العاشرة وختام الصفات، ان المدير القوي بيكبر الناس اللي تحتيه ويرقيهم، اما المدير الضعيف مستحيل يعمل حاجة زي دي لانه بيخاف ان الناس تاخد مكانه. بس هنا هو مش فاهم حاجة مهمة جدا في البيزنس، انك كل ما تكبر الناس اللي تحتيك كل ما انت نفسك بتكبر، ودي الحاجة اللي المدير القوي فاهمها بس المدير الضعيف لا. طبعا في صفات اكتر بتفرق المدير القوي عن المدير الضعيف، ولكن انا ركزت على 10 الاساسيين. حلقة النهاردة فيها درسين مهمين، الدرس الاول للموظفين والدرس الثاني للمديرين. بالنسبة للموظف، دور على المدير القوي واشتغل معاه، المدير القوي هيطحنك في الشغل بس هينتحن اكتر منك في الشغل، واي حاجة صح هتعملها هينسب لك الفضل فيها وهيطورك ويكبرك ويخليك شخص مسؤول وكبير. اما المدير الضعيف هو العكس بالظبط، لا يمكن يطورك ولا يمكن يثق فيك ولا يمكن ينسب الفضل اليك. والدرس تاني موجه للمديرين، وهو كل ما تكبر وتطور الناس اللي تحتيك كل ما انت هتكبر وتتطور. ومن النقطه دي انا هتكلم جزء ديني وجزء بزنس. بالنسبه للبزنس، انت كل ما تطور الناس اللي تحتيك وترقيهم وتكبرهم انت بتكبر في نظرهم وفي نظر اداره الشركه، حتى لو كانت الشركه عايشه في النفاق بس دايما هيحترموك ويكبروك لان انت شايل الشركه. اما انك ما تحاولش تطور الناس اللي تحتيك ولا تكبرهم فده بيصغر منك قدام الشركه. وكلمة
كلمة انك انت اللي شايل الشغل دي ليها معنى من اتنين. المعنى الاول انك مش عارف تشغل الناس اللي تحتيك وده معناه انك مدير فاشل، والمعنى التاني ان انت بتسرق مجهود اللي حواليك وبرضه ده معناها ان انت مدير فاشل، لانه مش من المنطق ابدا ان انت الوحيد اللي بيعمل الشغل بالكامل، وده معناه يا اما انت مش عارف تدير الناس يا اما انت بتسرق مجهودهم. اما بالنسبة للجزء الديني فعايزك تفتكر دايما ان الارزاق بايد الله سبحانه وتعالى، فاللي مكتوب له رزق ان هو يكبر ويترقى فكده كده هيترقى بمزاجك او غصب عنك، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الارزاق، مش انت ولا انا ولا اي حد في الدنيا، الله سبحانه وتعالى وحده هو اللي بيقسم الارزاق. فطور الناس وكبرهم ورقيهم لان كده كده الارزاق بتاعت ربنا، ويكفي ان الناس تدعي لك في ظهر الغيب لانك كبرتهم وطورتهم بدل ما يدعوا عليك في ظهر الغيب. وبكده اكون وصلت لنهايه حلقه النهارده، واتمنى اكون قدرت اوصل الرساله. وكالمعتاد وتنفيذا لقانون باريتو، لو عجبك 20% من الحلقه دوس لايك ما تنساش، لكن اهم حاجه عندك المعتاد هي ارائكم في الكومنتات، لان ارائكم فرصه كويسه لتبادل الاراء والافكار وبتساعدني على تحسين مستوى المحتوى. واشوفكم ان شاء الله في كل يوم جمعه وكل يوم اثنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.